كلمة الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إن مفهوم الأمن الغذائي أصبح يعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي بل للأمن والسلم العالميين، وخاصة بعد ما شاهده العالم خلال العامين الماضيين من أزمات ومواقف غير مسبوقة، من أهمها جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. وكلا هذين التحديات أدت إلى ظواهر وظاهرة التضخم الذي يعاني منه العالم، والذي نتج من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة. ومثال بعد إذن حضرتك، البترول في يونيو 21 كان 60 دولار أو أقل، ثم وصل في هذه الأزمات إلى أعلى من 120 دولار. وكذلك السلع الرئيسية، القمح كان أقل من 300 دولار، وصل بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى 520 دولار، ثم انحصر بعد ذلك إلى 340 و350 و360. كل هذه الزيادات جعلت من مفهوم الأمن الغذائي أولوية أولى في أجندة كافة الحكومات وكذلك كافة المؤتمرات الدولية. وكان من رؤية سيادتكم في هذا المقام، ولا بد أن نحق الحق، أن هذا تم توجيه سيادتكم قبل حدوث هذه الأزمات بأهمية وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في جمهورية مصر العربية. اعتمدت هذه الاستراتيجية على ثلاث محاور، أولها تدبير التمويل اللازم لذلك، ووجهتم سيادتكم في أواخر 2017 باعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر. ومن ثم كان لابد من الحفاظ على مستوى آمن من السلع الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية، وكذلك ضبط وحوكمة منظومة التوزيع. هذا ما كان يمكن أن يحدث إلا بمشروعات عملاقة، ومنها مشروع الصوامع الذي تم زيادة الساعات التخزينية من 1.4 مليون طن، وإحنا كنا في 2014، إلى النهاردة عندنا 3.4 مليون طن ساعات تخزينية، وتم اعتماد المرحلة الثانية من ذلك، وسوف يتم خلال العام القادم إضافة 600,000 طن حتى نصل إلى 4 مليون طن ساعات تخزينية. ليس فقط كذلك، ولكن تم إضافة ساعات تخزينية لمستودعات الزيوت، وكان من المهم جدا وأدت إلى قدرتنا على امتصاص الكثير من الصدمات نظرا لوجود احتياطي استراتيجي من الزيوت. أما بالنسبة لمنظومة وحوكمة منظومة التوزيع، فسيادتكم اعتمدتم تطوير منظومة التجارة الداخلية برضو في الربع الأولاني من 2000 في أواخر 2017، وتم النهاردة ونحن نتكلم وجود 15 مشروع في 10 محافظات لإيجاد مناطق لوجستية، المساحات ما بين 100 فدان و60 فدان و40 فدان، بالإضافة إلى المخازن الاستراتيجية. تم التعاقد على إنشاء 4 مخازن استراتيجية على مساحة كل مخزن أو مجموعة المخازن على 10 أفدنة في الشرقية وفي السويس وفي الأقصر وفي الفيوم، حتى يمكن ضبط منظومة وجود احتياطيات تخزين استراتيجية على مستوى الأقاليم المختلفة. ثم كذلك منظومة المنافذ التوزيع، تم إضافة 7340
منفذ جديد لشركات الجملة اللي كان عندنا فقط 1300 زائد البدالين 30 ألف، يعني النهاردة بنتكلم فوق 40 ألف منفذ توزيع موجودين بانتظام على مستوى الجمهورية. ده احد الركائز الاساسية لتحقيق الامن الغذائي بسبب الاتاحة، اساس تحقيق توفير واتاحة السلع، ثم كذلك قدرة المواطن على الوصول لها، ثم ما تفضلتم سيادتكم اليوم النهاردة باهمية اتاحة هذه السلع بسعر عادل او سعر منافس او سعر يستطيع المواطن ان يحصل على هذه السلع. نتيجة هذه الاستراتيجية النهاردة واحنا بنتكلم عندنا على مستوى الجمهورية 4.5 شهر للقمح، وكل سنة واحنا جميعا طيبين، موسم القمح ان شاء الله على 15 ابريل، بمعنى ان احنا ان شاء الله داخلين الموسم وفي مستوى امن من هذا الموضوع. ووجهتم سيادتكم ان احنا رفعنا سعر الاردب من 820 جنيه العام الماضي الى 1250، وان شاء الله لو في اي تغيرات ننظر فيها حتى يمكن الحصول على اكبر كمية من الاقماح المحلية. بالنسبة للسكر حصل طفرة حقيقية في انتاج السكر، مع ان المساحة المنزرعة من القصب قلت نسبيا، ولكن تم زيادة مساحة البنجر، ويمكن دي من المشروعات العملاقة اللي هي في الدلتا الجديدة، وتم زراعة مساحات كبيرة جدا من البنجر ادت الى تعويض النقص في زراعة قصب السكر. والنهاردة وصلنا لمدى كفاية 91% من احتياجات الدولة المصرية، وكان في 2017 75%. السنة اللي فاتت احنا ما استوردناش الا 200 ألف طن خام حتى نستكمل الاحتياجات في بطاقة التموين، وقبل كده في 2017 استوردنا 1,000,000 طن، وبالتالي الحمد لله ماشيين ناحية اكتفاء ذاتي، وسوف يتم الاكتفاء الذاتي بعد الانتهاء من تشغيل مصنع القناة اللي هو موجود في غرب المنيا، وده من المصانع الكبيرة جدا، هينتج حوالي 600 ألف طن، هيغطي الفجوة اللي عندنا اللي تقارب حوالي 400 ألف طن، ويمكن ان نصدر سكر فيما بعد. بالنسبة للرز، الرز مصر عندها اكتفاء ذاتي من الرز، انما احنا بالنسبة للرز التمويني لدينا 3 شهور، وجاري عمل التعاقدات اللازمة حتى يتم توفير الرز طول العام ان شاء الله. بالنسبة للزيت، الزيت ده كان من احد المعضلات الرئيسية، لسبب احنا بنستورد، وده لازم يبقى واضح بالنسبة لنا، حوالي 97% من الزيوت النباتية اللازمة لمصر، فتم وضع خطة ان شاء الله السنة دي يتم زراعة 250 الف فدان فول صويا و100 الف فدان عباد شمس، حتى يمكن ان نقلل ونزيد من الانتاج المحلي في ذلك. وتم اعتمد سيادتك تطوير مصانع الزيوت، وجاري الطرح لهذا الموضوع، انما لدينا احتياطي مخزون لدينا في مصر 4.9 شهر. بالنسبة للحوم الحية، أنا التعاقدات مع الشركة المصرية السودانية مستمرة، وعندنا كفاية 6 أشهر، وبنستورد من خلال الخدمة الوطنية كذلك اللحوم المجمدة من السودان. بالنسبة للفراخ الحية لدينا اكتفاء ذاتي، ولكن هناك بعض التقلبات في الأسعار، ده جاية نتيجة موضوع آخر جدا، إنما لدينا اكتفاء ذاتي من الفراخ الحية، والفراخ المجمدة بنستعين بها في بعض المواسم، ولدينا احتياطي 4 أشهر من الفراخ المجمدة. وبالتالي هنا لدينا بناء على توجيهات سيادتك واستراتيجية الحكومة في هذا المقام، إن احنا عندنا احتياطي استراتيجي آمن الحمد لله، استطاعت جمهورية مصر العربية أن تجابه كافة الأزمات التي حدثت في العالم وأثرت على جميع الدول، ولكن الحمد لله لم يحدث نقص في السلع الأساسية في جمهورية مصر العربية، وهذا لتوجيهات سيادتك والإدارة
المنضبطة والتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الحكومة حتى يمكن تأمين هذا الموضوع. بالنسبة بقى لهذا الصرح العظيم واللي الشرف أن أكون دكتور علي من فضلك رجع اللوحة اللي فاتت لو سمحت. أنا بس هنا عايز أقول إيه، هو الدكتور علي قالها في كلامه، قال إن إحنا يعني إحنا الكلام اللي إحنا مأكدين عليه 6 شهور يا دكتور مصطفى. مش كده يا دكتور علي؟ بس أنا عشان بس نتوقف قدام مثلا القمح والرز والسكر، إن لا حاضر منع سوري لا لا متأسف لا يا دكتور علي مفيش اسف ولا والله متأسف. انا بقول كده مش لحضرتك طبعا، انا بقول كده للناس اللي هي بتسمعنا وبتشوفنا عشان تبقى مطمنه، ومش عايزين نتكلم في موضوع الاكل ده كتير في التلفزيون. تاني بقولها ما يصحش، تاني بقولها الحاجه موجوده واحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجه. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على 6 شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء ماليه. انا عايز اقول لكم كلمه 6 شهور معناه ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمدة 6 شهور، صح كده؟ يعني بشتري وحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور علي؟ فندم ده اللي احنا بنعمله، ده تكلفة كبيرة جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله، لكن لا بأس احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتقابلنا. لكن عايز اقول ان حتى لو انت بتشوف النهارده 4.5 او 3 او 3.5، ده معناه ان الانتاج القادم اللي هو خلال شهور يمكن ابريل ولا حاجه بكتير، مش كده؟ والسكر ده بعد اذن السكر احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في القصب، وفي فبراير بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البنجر. يعني موسم السكر المصري هيبدا من فبراير الى 6/7. في انتاجنا بننتج 2.8 مليون طن سكر، اللي هما بيغطونا اكتر من واحد. يعني لو انا عايز اكتب صح ان شاء الله السكر الى اخر العام. طيب. لو عايز اكتب كده يعني. طيب. ما انا بنتكلم على الوضع اللي موجود في مخازننا دلوقتي، مش كده؟ صح، اللي موجود في مخازننا. نيجي بس لموضوع الزيت، وانا عايز اقول لكم ان احنا تقريبا كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح يا دكتور مصطفى، وبنقول ان احنا بنستورد 2.5 مليون طن، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. وده اكتر من 90% من احتياجاتنا. لكن احنا يعني شغالين في خطه بنتكلم في 250,000 فدان صويا دلوقتي، والسنه الجايه ب 500,000 فدان صويا عشان نزود حجم انتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، وعشان الفلاح المصري يستفيد من ده بدل ما احنا نشتري من بره. شوفوا يعني ما تنسوش ان البلد في خلال 30-40 سنه زادت بنسبة كبيرة جدا جدا عدد السكان بتاعها، بس احنا كمان في الوقت ده الدولة ما قدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بيها هذا النمو الكبير. يعني الدكتور علي بيقول احنا كنا 1.4 من 10 ساعة تخزين، احنا المفروض يبقى اكتر من 6 مليون طن عشان الذرة والرز والقمح، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. بغض النظر عن خطه استخدامهم كصوامع. طب احنا هو بيقول في 600,000 طن، وبنقول احنا حتى الكميه دي مش كفايه، مش كده؟ وبنشجع المستثمرين على ان هم لو عايزين يعملوا مناطق لوجستيه في الموانئ الرئيسيه او في هيئه الاقتصاديه قناه السويس، احنا ايه؟ مستعدين. مستعدين. تمام. مستعدين ليه؟ عشان يبقى مصر في موقعها ده تقدر تستفيد من الموقع ده بان هي تبقى منطقه لوجستيه مش لمصر، للمنطقه كلها وللعالم لو امكن، مش كده يا دكتور علي؟ هناك حوار لعمل مثل هذا الموضوع. ما انا الحوار لما انا ما بفكرش لما الحاجه تبقى قدام عيني كده ان شاء الله، طول ما حوار ما لا لا لما اشوفها قدام عيني هناك على كل حال. فاحنا ماشيين في ده وبنحاول نقلل الفجوات اللي نجمت على النمو
خلال السنين اللي فاتت وما حصلش نمو مماثل ليه في الدولة. وهنا هقول نقطة مهمة قوي ليكوا كلكم. كتير من النقاش اللي بيدور يقول لك ايه؟ كانت أولويات الدولة في الوقت ده كانت المفروض تتغير للصناعة بس يا دكتور مصطفى. وده كلام صح. ده كلام ايه؟ صحيح. بس أنا كانت الأمور كلها محتاجة جهد في كل المحاور. يعني ما كنتش أقدر أعمل أسيب البلد كخطة تجمد كل شيء تاني أكتر ما هو متأخر، وأقول إيه طب خلونا نطور في الصناعة لأن العائد بتاعها أكتر. ده كلام صحيح، ده كلام مظبوط، بس أنا ما أقدرش أعمل ده وأسيب بقية القطاعات اللي كانت فيها مشكلة. يعني خلينا نتكلم في قطاع زي قطاع مثلا الري. ده قطاع مهم قوي. طب وانا لما اعمله هو في عائد مباشر كتشغيل صناعه او كلام من هذا القبيل؟ ابدا مش هيبقى فيه. ده بالعكس ده كلها عن حاجات خدمات. مفيش عوائد مباشره منها على ان انا انتج حاجه بشتريها من بره او اصدرها حد. فكان لابد ان احنا نتحرك في كل المجالات في وقت واحد، حتى لو كان عوائدها مش هتبان دلوقتي. والنهارده لما بنتكلم على مصنع زي اللي انتم بتشوفوه، احنا تالت مره نيجي هنا. لو النهارده تتصوروا ان ده كلها حاجات نسبها مش كبيره قوي، يعني المصانع العلميه رغم من ضخمتها مش نسبه كبيره بالنسبه للدوله المصريه اللي فيها 105 مليون. انت بتتكلم في 18% و20% من الاستهلاك المحلي، والباقي الشركات الاخرى بتاعت القطاع الخاص بتسده. لكن عقبال ما اتعملت خدها وقتها قد ايه؟ عقبال المصنع بيتعمل، احنا هنفتتح خلال ان شاء الله الشهر الجاي المجمع بتاع الاسمدة الازوتية. احنا بنتكلم واحنا في منتهى الضغط، ضغط العمل عشان يخلص، بنتكلم في ساعتين ونص ثلاثة. طب بيشغل كم واحد؟ لما يكون انت عندك فجوة 20-30 مليار دولار بين الدولار اللي انت عايزه وبين الدولار المتاح لك عشان توفره بصناعات تجيب لك ال 20-30 مليار دول، انت عايز تعمل شغل مش اقل من 100 مليار دولار، ولا انا بقول مش اقل من 100 مليار دولار، وعايز لك مدة زمنية مش اقل من 5-7 سنين. ولا لا عشان طب هل الدولة بس اللي تقدر تعمل ده ولا الدولة والقطاع الخاص؟ طب في تشجيع؟ طبعا. طب ما احنا قلنا الرخصة الذهبية ليه؟ واحنا مستعدين اكتر يجي اي مستثمرين محليين من مصر او حتى من الخارج، واحنا نيسر لهم والاتصال المباشر مع دولة الرئيس ومعايا. انا مش ببعد عن اللي حضرتك بتقوله، بس ده جزء من الواقع اللي احنا عايزين نغيره ونحسنه لافضل من كده. فانا بس عايز اطمن الموضوع السلعه موجوده ومفيش فيها مشكله ولا اي حاجه، والازمه اللي مرت علينا خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول ان شاء الله ما تجيش تاني، ونكمل فيها بشكل نكمل يعني طريقنا بشكل افضل من مما كنا عليه. تاني ارجو ان احنا موضوع يعني الكلام على توفر، ممكن يعني عشان برضو يبقى غطيت الكلام كله، يقول لك ايه بس الدكتور علي مش قادر يسيطر على الاسواق. طيب يعني وده كلام مهم يا دكتور علي. مش في البرلمان كلموك في النقطه دي وقال لك يعني طيب ما هم، وده كلام مهم صحيح لان في الاخر المواطن هو اللي بس عايز اقول لكم النهارده يعني ده بيتكلم عنده هو تبعه هو 20-30 الف منفذ مش كده؟ غير المنافذ بتاعه القوات المسلحه ووزاره الداخليه، يعني لو حطيت دول معاهم كمان يمكن يخشوا لهم في 35-40 الف منفذ. ده عشان يحاول يخفف من حجم الازمه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها على مستوى العالم. لكن ما حدش يتصور ايه يقول لك احنا بنخش محل نلاقي هنا بثلاثه ونغيب من المحل ده بثلاثه ونص. صحيح
ده صحيح. بس ده امر يعني لو انتم النهارده تصورتوا ان احنا ممكن كدوله، انا صادق معاكم، سواء وزاره التموين او وزاره الداخليه، تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه. تمام. ونبقى اديناهم الدرس انك انت ما دام بتغلي في اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص. لغايه لما الامور تنتظم معانا ومع الجهد اللي بنقوم بيه في الرقابه من التمويل ووزاره الداخليه، واحنا كل يوم وبنعلن ده، وانا يمكن برضو يعني مش مستريح كل يوم وزاره الداخليه تطلع مسكنا يعني انت مطلعنا شكلنا وحش قوي بس بجد كل يوم في النشر يقول لك مسكنا مش عارف كم واحد، ما تمسكهم وخلاص يعني. اتفضل استريح. اتفضل دكتور علي. بشكر حضرتك جدا بجد، الشكر موصول. نيجي هنا بقى للاخبار الساره والاخبار الهامه جدا، وهو الافتتاح المرحله الثانيه من هذا المجمع العملاق والمدينه الصناعات الغذائيه سايلو فودز. بامانه وليس مبالغه، يمثل هذا المشروع اضافه حقيقيه للقدرات الصناعيه والانتاجيه لجمهوريه مصر العربيه، بالاضافه وهذا هام جدا انه نموذج حقيقي يحتذى به لمفهوم تكامل الصناعه وكذلك الجوده والكفاءه. والثلاث حاجات دول مهمين جدا. واذا بصينا لمجمع سايلو فود هنجد ان زي ما جه في البرزنتيشن او في الفيلم اللي شفناه، ان القمح بيجي في الصوامع بتحافظ عليه على اعلى جوده، ثم المطحن كان نفسي يطلع صور للمطحن على اعلى مستوى من الالات والمعدات والدقه في هذا، فينتج دقيق جيد. يتم توزيع هذا الدقيق اوتوماتيكيا على خطوط الانتاج، سواء خط انتاج البسكويت، سواء خط انتاج المخبوزات، سواء خط انتاج المكرونه. ثم يتم عملية الانتاج زي ما احنا شفنا، ثم التغليف، ثم التعبئة، ثم التخزين، ثم التوزيع. هذا المفهوم مفهوم متميز لسبب من الواضح التكامل، واضح ان كل العمليات موجودة دون التدخل البشري. الجودة واضحة من الاعتمادات الموجودة وكذلك جودة الآلات المستخدمة، ثم بعد ذلك الكفاءة لسبب عندما يكون هذا الانتاج وهذا الكم وبهذه الطريقة نجد ان نستطيع ان نتحكم في الاسعار وبالتالي نحصل على كفاءة انتاجية عالية. ليه انا بقول كده؟ لسبب هنشوف في الكلام اللي هقوله بعد كده كيف اثر ذلك على المواطن وعلى السعر في هذه المنتجات الهامة. النقطة الثانية، وبشكر فخامة الرئيس، وليس ان انا ليا حاجة ان انا اشكر حضرتك، ولكن توجه حضرتك بعمل المرحلة الثالثة وهي قهوة وإدفينا، وشفنا مدى التقدم فيها، برضو جزء متكامل مع هذا المجمع العظيم اللي هو يستطيع ان احنا نقول عليه اكبر مجمع للصناعات الغذائية ليس في جمهورية مصر العربية ولكن في اقليمنا اللي موجودين احنا فيه. فهذه إضافة، هذه الإضافة بتؤثر في الناحية التجارية إنه هو هيتيح هذه السلع للسوق المحلي وكذلك التصدير والمستقبل في التصدير حتى نقلل من الفجوة الدولارية اللي موجودة. وبمثل هذه الجودة وبمثل هذا الإنتاج نحن متأكدين إن ما نستطيع أن نصدره هيكون في زيادة مستمرة. النقطة الأساسية في ذلك، أنا بتكلم من الناحية الفنية ومن الناحية الإنتاجية، ولكن كل هذا هي منتجات للمواطن المصري. لو جينا بصينا للمكرونة، لو جينا بصينا للبسكويت، لو بصينا للخبز، لو جينا بصينا بعد كده للألبان، لو للجبن،
للحلاوة الطحينية لكذا لكافة المنتجات، حتى العصائر حتى المركزات هي منتجات أساسية وتمثل سلع أساسية في الغذاء للمواطن المصري. فطبعا عشان نعرف قيمة الشيء نفترض انه هو ما كانش موجود، واحنا كنا بالقريب العاجل منذ 3 سنوات فقط هذا الصرح لم يكن موجود، والجميع يعلم ماذا كانت مشاكل الوجبة الغذائية. لم يكن يتم فصل دراسي الا بمستشفيات وقصة واولادنا، مش عايز اذكر هذه الامور بس عشان نشعر بمدى القيمة المضافة لذلك. النهاردة بينتج هذا المجمع الوجبة المدرسية مؤمنة جيدة من ناحية القيمة الغذائية، وكذلك ليس فقط الانتاج والتعب الكبير جدا اللي تم لوضع سلاسل الامداد والتوزيع ده لوحده قيمة. ويمكن انا شرفت ان حضرتك كنت ترأس هذا الاجتماع، ووجهت ان الموضوع مش هنديه لناس توزع، لا، لابد ان يكون هناك حوكمة وضوابط. وبان هنا الباركود والقراية ووصلت فين في المدرسة وراحت فين وتوزعت ازاي، فاحنا بنتكلم على منظومة حقيقية لها درجة كبيرة من الحوكمة. وزي ما سيادتك قلت اهو خلاص عملنا الوجبات المدرسية، فأي مشاركة تيجي ولكن أمننا هذه المنظومة الهامة. لو جينا نبص للبسكويت اللي احنا مثلا قد يبدو انه حاجة بسيطة، لا، ده صناعة ليست من السهلة، وبينتج حوالي اكتر من 40 نوع، وهذه المنتجات في كل الاعمار سواء الاطفال سواء رياض الاطفال سواء كذا، والاهم من ده انه هو يمثل قيمة غذائية جيدة ومنضبط من نواحي سلامة الغذاء. المخبوزات شفنا كل انواع العيش ومنه حتى العيش البلدي، وبالتالي بيزيد ذلك من المعروض في الاسواق. واذا كان لي ان انا اتكلم حتى يمكن ان نتحكم في الاسواق وفي الاسعار لابد من زيادة الاتاحة، الاتاحة 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 بجودة جيدة، هنا ساعتها هنضبط الاسعار. لما نبص بقى لاكبر اضافة حقيقة هو منتج المكرونة، نجد ان هذا المنتج ادى واجبه وعلى اكثر وجه، لسبب النص الثاني من 2022 كان هناك ازمة في الرز في اخر الموسم قبل اغسطس من يوليا لسبتمبر. لولا وجود سايلو فودز والضخ الكبير اللي تم اكتر من 20,000 طن في الاشهر اللي حصل فيها دي، ما كانش في بديل الا ان احنا ندي جودة عالية من المكرونة حتى تكون بديل للرز. ليس فقط مع زيادة اسعار القمح اللي وصلت لاكتر من 50 النهاردة، يمكن 30% من الاسعار ما قبل كورونا، انما وصلت لاكتر من 50%، استطعنا بالتعاون مع سايلو فود ان احنا نتيح القمح باسعار معينة، الدقيق باسعار معينة، وانتاج المكرونة النهاردة بنتكلم على 8 من 10 كيلو لم يزد عن 12 جنيه، والمناظر له في الاسواق 14 و15 جنيه. وجود مثل هذا الصرح العملاق استطعنا ان احنا نقلل هذا. هذه الامثلة سيتم وجودها في الالبان والجبن وكافة المنتجات. فهذا الصرح العظيم بيصب في الاخر لصالح المواطن المصري. واسمح لي سيادة الرئيس بالنيابة بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة العاملين في قطاع التجارة الداخلية والتموين، نتقدم بخالص الشكر لسيادتكم لدعمكم المستمر، وكذلك وجود مثل هذه الكيانات العملاقة التي تساعد في توفير هذه السلع الأساسية الجيدة وبأسعار مناسبة لجمهور بنخدمه. احنا بنخدم اكتر من 64 مليون مواطن في بضاعات التموين، وبنخدم اكتر من 71 مليون في العيش. فلكم كل الشكر والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.